نتحدث عن خط إنتاج ملابس شبابية فلسطينية من قبل شباب فهو مفخرة بالنسبة لنا، وهذا الأمر بيرجع لأساس التربية السليمة داخل الأسر الفلسطينية لما بيعززوا هاي المبادئ والطاقات الموجودة عندهم وبيربوا بطريقة متوازنة. أكيد عمل زي هاد بده عطاء نغم، بده عطاء أنك أنت تفيد المجتمع وكمان تستفيد منه. مرات لما يربى الولد ببيئة عدوانية بتربى عنده كمان الأنانية والعدائية، فهي الشغلات بتأثر عليه على كبر. للأسف لهيك اليوم بفقرة سلوكيات رح نناقش موضوع الأنانية والعدوانية عند الأطفال ومدى تأثيرها السلبي على حياتهم في المستقبل والحاضر وكل ما يحيط بهم. أيضا هذا الموضوع أكثر طبعا نتحدث به مع الدكتورة رسمية حنون، وهي دكتورة في علم النفس الإكلينيكي وعضو المنظمة الدولية لعلماء النفس. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صباحك. كيف الحال؟ خير الحمد لله. كيف النفسية؟ ممتازة. مش أول مرة يعني، دائما أنا يعني بقابل يعني ما التلفزيون الفلسطيني مصدر للطاقة أصلا دكتورة رسمية. بس أنا بحب يعني أحكي إنه إحنا نحكي إشي واقع، ما بدي أحكي من كتب ولا كلام منمق، لأنه إذا بدنا نحكي أشياء تؤثر في الناس لازم ننزل إلى مستواهم، نحكي مع نحكي بمستوى بلغتهم في لغتهم، وبعدين نحكي من بيئتنا. يعني أنا راح أحكي عن العدوان والعنف، يعني العنف وبعدين بأدي للعنوان أسفي للعدوان. بحكي يعني بيجيني أمهات يعني بيجيني من المدارس تحويل مثلا، يعني أكثر إشي يعني بيجيني مثلا الأم بتقول لي ابني عنده عدوان، ابني عنده سرقة، ابني عنده كذب، إيش أعمل؟ وبعدين في أكثر إشي يعني بيجوني حالات صعبة اللي هي بتأدي العدوان بيؤدي إلى الاكتئاب عند الطفل ببطل يروح على المدرسة، اللي هو العنف الجنسي. أكثر من حالات أجاني عنف جنسي. الأم ما بتعرف يمكن هذا يعني موضوع لحاله. موضوع لحاله نقدر نحكي عنه. إحنا نحكي أنواع. اليوم الأنانية والعدوانية هي محور حديثنا. طيب لو نحكي أكثر عن الأنانية خلينا نعرفها للجمهور. لما نحكي عن ولد صغير لساته مش واعي على الدنيا عم تحكي إنه هو أناني، شو يعني الأنانية عند الأطفال؟ هلأ الأنانية والعنف والعدوان لا نعتبر مشكلة، عارفة ليه؟ أنت منعتبرها مشكلة. أي سلوك أي سلوك عند الطفل أو عند الكبير يعتبر سلوك له هدف وراء هدف وراء رغبة مسببات أكيد، يعني لا إله قصد أنه يعمل هذا السلوك. طب شو يعني مقاصد الأطفال؟ هذه مسلم. لكن لما إحنا منعتبره مرضي لما يتكرر. الأنانية والعدوانية والعنف في المرحلة الأولى عند الأطفال is normal، طبيعي. ليه؟ لأنه هو في البكاء في الصراخ في المشاجرات بيعبر عن حاجات فسيولوجية بده إياها في المراحل الأولى، ما بيقدر يعبر عنها غير بهذه الطريقة. نعتبر الأنانية والعدوانية والعنف في هذه المرحلة هو حاجة فسيولوجي يتبع الطفل للتوازن الشخصي البيرسونت الشخصي، يعني هو بيعبر عنه على أساس أنه بده حاجاته عشان يتوازن يعني في الحياة. بس بعد المرحلة 7-9 بيختلف بقل. أي سلوك نعتبره مرضي، أي سلوك أناني كذب سرقة نعتبره مرضي إذا تكرر عدة مرات. بس إذا أول مرة ثاني مرة لا شيء طبيعي، بس توجهي ممكن يكون أحسن. إذا تكرر معناته الطفل بحاجة إلى علاج. 90% وأنا بحكي هذا مجموعة الأبحاث النفسية اللي عملها بندورة هذا العالم النفسي، 90% من السلوكيات عند الأطفال هي أسبابها نفسية. لهذا وانا رحت على بريطانيا عند مؤتمر اطفال اشتركنا فيه، كان في عباره بتقول اباء وامهات على ورق، اباء وامهات انه الام لا تعرف ابنها الا في شهاده الميلاد، والاب لا يعرف ابنه الا في شهاده الميلاد. يعني احكي لك شغله، يعني قابلتني ست عند ابنها يعني معلقت له في العربايه البليفون
وبتقول لي اخوه الاكبر بجيب له اللعبه بكسرها في الارض وبرميها من الشباك، كل يوم نفس المبدا. يعني الطفل هو ما بده لعبه، بده اهتمام، اهتمام، حنان، عاطفه، حب، اكيد بده تكون في جنبه. يعني احنا ممكن هون نحكي انه سبب الانانيه او السلوكيات هاي تاعت الاطفال هي من الاهل؟ لا لا مش الاهل، لا هي نتيجه الاحباط. الاحباط يعني الطفل يحبط محبوط الرغب. النقطة الثانية اللي هي التقليد، يعني لما الطفل بشوف أمه وأبوه مش تبكين بعطوه نموذج، عشان هيك ما بصير الأهل يتقاتلوا قدام أولادهم. بالضبط، الطفل لما بشوف في المدرسة الأستاذ بيستخدم العنف والعقاب معاه بعطيه مثال. وأعطيك مثل إنه عرضوا، جابوا تجربة عنا في بحث، لعبة مطاطية. اللعبة المطاطية هذه كان في شخصيات بتضربها والأطفال بتفرجوا. بعد ما خلص الفيلم انتقل تدريجي إلى الأطفال وبدوا يضربوا بعض بالتقليد. هنا في عندك إحباط، الطفل لما يحبط أو تحبط الرغبة بتاعته عدة مرات بخزنها في نفسه، بقدرش يرد عليكي فبصير يفرغ في أشياء ثانية. صح. طيب النقطة الثالثة اللي هي كلنا العلاقات مع الأسرة والتقليد والمحاكاة، وكذلك إنه الأسلوب اللي أنت يعني بتعطيهم إياه، لأنه الأم والأب يعتبروا نموذج، يعني هو انعكاس، القدوة بتحكي، فهو هذول القدوة عنده. لما يفقد الأمان والإطمئنان والحب ونشوف بده يستخدم. يعني احكي لك حاجه، في اليابان هلا اكثر دوله متقدمه في العالم، شو بيعملوا مع الاطفال؟ انت بتحكي على ان نكون مجتمع للكل، انا بدي احكي لك كيف هم بكونوا مجتمع. انا زرت اليابان يعني في 92، وجدت المدارس هذول كيف بيعملوا. المدارس اللي بدهم ينشئوا مجتمع صالح من وين؟ من الصغر، زي ما حكيتي انت انه احنا نبدا من الاساس. في مصادر تربية خاصه اصلا عندهم. ايش بيعملوا؟ عارفه شو بيعملوا؟ عندهم نظام انه الاب، يعني زرنا المصانع بتاعتهم تحت الارض، فعندهم نظام انه هذول الالعاب والاشكال بني ادمين من المطاط او من القدم علقه على الحيطان. الاب في خلال هذا بيقولوا له روحي العب رياضه، بضلوا يلعب ويضرب الأشياء حتى يفرغ الضغط اللي هو مثلا اتعرض له من المدير. لما بروح على البيت ما بروح يتمشكل مع مرته أو مع أولاده، يفرغ إشي لإشي. كمان الأطفال تعرف شو بيعملوا فيهم؟ يعني بيعلموهم كيف أنت تتعاون مع غيرك، على أساس أنت نحضر سفرة صغار، أنت عليك كذا وأنت عليك كذا، التعاون وعدم الأنانية دوره. وعدم الأنانية، أنت بتحمل الصحون، بتحمل إشي، نعم. يحمل الكاسات، إشي يحمل، بتعاونوا مع بعض. البنات تعرفي شو بيعملوا فيهم؟ هم صغار 4 سنين 3 years and half يعني، فبيجيبوا لعبة عروسة كبيرة وبيجتمع هن كلهم، بحطوا لهم مية، بحطوا لهم صابون، وبيعلموهم كيف يتعاونوا ويحمموا العروسة. في البرة بيقولوا له أنتوا عليكم تنظفوا هون في المدرسة، وأنتوا هون ما فيش أنانية، هون حب واشتراك. فبتلاقي النظام الوقت، يعني ليش إحنا وقتنا مهدور؟ لأنه ما تعلمناش. إذن هون عم تحكي عن هاي طرق اللي هي المعالجة أو طرق التفريغ اللي هي ممكن كمان تخفف من باليابان وغيرها من الدول المتقدمة. هاي الأسباب اللي حكيناها هي منطقية وبديهية، إنه الأسباب التربية هم البيت والأسرة والأهل القدوة، وكيف إحنا ممكن نقتدي بالغير في طريقة التربية هاي. لكن اليوم الأسرة الفلسطينية بواقعنا هون اللي إحنا عايشين فيه، الأهل قاعدين بالبيت وكل إشي تمام، بيتصرفوا مع أبنائهم، ولد مهذب وكل صفاته ما شاء الله، والأخ الثاني هو عنده نوع من العدوانية والأنانية. أنا عندي مشكلة هلا، كيف بدي أحلها؟ يعني أنا واقعة فيها، أنا كيف بدي أحلها؟ وش من واقعة؟ صح، الأنانية هون والعدوان، يعني الولد الأول بيوجه العدوان ضد الآخر، صح؟ كيف بيوجهه؟ لأنه هو هون الأم بالتعامل. نعطيك
نيجي كيف العلاج احنا بنعالج في على الواقع. انا كيف بعالج؟ بقول للام جيب الولد وعلى الاشياء اللي ارتكبها خليه هو يعاتب نفسه، يعني هو نفسه يحاسب نفسه، يعني هل هذا اللي انت عملته صح؟ وفهميه، مش انا اروح بالضرب. في ناس بضلوا بتقول لي بضربه وبحبسه بس نو. اعطيه محادثه، اعطيه حب، اعطيه تقدير، اعطيه تفاهم، تعال تعال نتكلم، اقعد تنحاور، اعطيه بديل، ما تحبتهوش. يعني فينا نحكي انه الحوار هو ممكن يخفف الحوار من هذا مثلا الموضوع. احكي لك مثل، هذيك اليوم حولوا لي بنت من المدرسه في بلدنا نابلس. الصحه، البنت عمرها 7 سنين، اعطيكي مثل واقعي، يعني ما بديش احكي من كتب، انا ما عنديش كتب اخرف، اي واحد بروح على الكتب، بس انا بحكي حقائق بقابلها يوميا. الام ما جاتش، مين اللي جابها؟ البنت من المدرسة جابتها الآذني، لا أب ولا أم. يا حرام. شو بتعمل البنت؟ ما في اهتمام. مثل على العدوان، العنف، بتعض البنات في الساحة. بتضرب. كيف هذا بصير انعكاس من استني تضرب مين؟ المدرسات صغيرات وبتطلع برا وبتضرب من بالحجارة. طبعا البيئة طب هي بدنا 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 الأم. نعم سريعا ما ردت بسرعة، ما ردتش الأم تيجي. بعثنا المشرف الاجتماعي وكاتبين تقرير عليها انها مريضه بسرعه بعثي. بعدين وجدت انه كيف البنت، بقولها انت ليش بتعض البنات؟ هي بتعض لانه بتسرق السندويشات ومعهاش مصاري. فكشفت لي عن ايدها، عديها من هنا ومن هنا معضعضات. من مين؟ بقولها مين اللي بعضك؟ بتقول لي امي. لا حول الله يا رب. بس احكي لك مثل، يعني هاي رساله كثير كبيره. رساله بنتمنى انه هذا مهم جدا، اطفالنا يربوا ببيئه ناضجه واعيه صالحه اكثر صالحة. من هيك كل تحيه لوجودك معنا، شرفتينا. بدك اخرى موسوعه؟ اكيد اكيد اكيد. انت موسوعه بحد ذاتها، عندي محددك من المانيا كيف الحالات بيعالجوها. اكيد موضوع يطول يعني كثير حلوه، يعني كيف بيعالجوا انه اكيد اكيد. نعم. عمره ما انحب الولد، بقولوا لك هذه مدرسه فيها عنف وهذه مدرسه فيها عنف. ناخذ من النماذج الغير مشان نطبقها عنا بحياتنا، مع انه شيء مش سهل.